مين هيدرب المنتخب الفترة اللي جاية؟ هتختار بالاسم اللي بتحبه ولا بمهمات محددة ولا بمشروع لسنين؟ في كل مرة بنختار مدرب للمنتخب ما بنفكرش احنا بنختاره ليه، غالبا بنختار الاسم او السي في وبنطلب منه مهمات محددة عملها هيكمل، ما عملهاش هيمشي، بس فكرة المشروع مش بتبقى موجودة، فكرة المعايير مش بتبقى موجودة، والمعايير يعني هو انا عايزه يكون بيلعب هجومي ولا دفاعي، بيعتمد على شباب ولا خبرات، عنده خبرات أفريقية ولا مش لازم، عنده خبرات أصلا ولا مشروع مدرب جديد ناخد معاه مخاطرة محسوبة، الحوار كله بيتوقف عند هنجيب مصري ولا أجنبي، الميزانية بتاعتنا تسمح ولا لأ، عايزين نوفر ولا عايزين ندفع، طيب عايزينه المدة ولا لمهمة، كلها معايير ما حطيناهاش قبل كده والنتيجة دايما أو غالبا بتبقى واحدة.